أكدت الجمعية العمانية للسيارات جاهزيتها لاستضافة بطولة الأمم، وهي الحدث الأكبر لرياضة الدريفت على مستوى العالم، وستقام منافساتها يومي الخميس والجمعة 2 و3 من فبراير الجاري بساحة مسقط أرينا بمقر الجمعية العمانية للسيارات، بمشاركة أكثر من 40 متسابقاً يمثلون 12 بلداً. ففي يوم الخميس ستفتح الجمعية أبوابها عند 5 مساء، فيما تبدأ التصفيات النهائية من 7 وحتى 10 مساء. أما يوم الجمعة فستفتح البوابات عند 4:30 لاحتضان سباق أفضل 32 متسابقا، فيما سيقام حفل التتويج من 6 وحتى 10 مساء. وتسعى الجمعية العمانية للسيارات جاهدة في دفع رياضة المحركات من خلال تنظيم بطولات محلية وإقليمية متنوعة لاستقطاب عشاق هذه الرياضات وتحفيزهم على ممارستها بشكل آمن وفقاً للقواعد والمعايير التي يضعها الاتحاد الدولي لرياضة المحركات، والتي يشرف على تنفيذها من خلال خبراء ومراقبين يزورون السلطنة خصيصاً لهذا الغرض. وستكون كاميرا الشبيبة حاضرة لتغطية هذا الحدث العالمي.